يعني حتى الآن لا أستطيع أن أنقل لك أصداء الأسرة والمحامين، يعني هناك حالة من الفرحة الشديدة، المواطنون الذين التقيتهم في الدقائق القليلة ما بين صدور الحكم وبين هذه المداخلة، الكل يتحدث بأن هناك هذا الحكم أسلى صدورنا. يعني أحاول أن ألخص لك هذا اليوم باختصار شديد، يعني الجلسة بدأت في 10 صباحا، كان هناك سماع للمرافعات، مرافعة النيابة العامة، مرافعة المدعين بالحق المدني، وأيضا مرافعة الدفاع، ومن ثم كانت رفع الجلسة للمداولة. وكان ربما الأبرز أنه قبل إصدار الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، كانت الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة، وهي ربما كانت يعني خطبة بليغة يعني عن ما أصاب المجتمع وخطورة ما يصيب المجتمع من هذه الأنواع، ووجه حديثا قاسيا إلى المتهم بأنه يعني تسبب في تدمير المجتمع، وتحدث على من يقتلون باسم الحب بشكل، وتحدث أيضا بانتقاد على غياب دور الأسرة، وتحدث وجه رسالة إلى المجتمع من خطورة هذه الجرائم وضرورة اليقظة المجتمعية لوقف هذه الجرائم. وبعدها كان قراره بصدور حكم الإعدام، أو تحديدا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، وتحديد الرابع الأربعاء الثالث من يوليو موعدا للنطق بالحكم. أنت تعرف بأن إجراءات الإعدام يجب أن تذهب أوراق القضية إلى فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وتعود مرة أخرى ليكون حكم الإعدام ساعتها. أحمد، نريد أن نعرف هذه الإجراءات كيف تسير، أيضا الخطوات أيضا في مثل هذه الحالة، حالة الحكم طبعا بالإعدام في مثل حالة نيرة الراحلة نيرة أشرف، كيف تتم، كيف تسير، متى من الممكن أن يكون هنالك موعد لتنفيذ هذا الحكم؟ نعم، يعني بداية يعني فكرة أن يكون هناك حكم في أقل من أسبوع أو تحديدا 8 أيام، يعني الحكم كان الحادثة كانت يوم الاثنين، والآن الثلاثاء 8 أيام، يكون هناك حكم، هذا في حد ذاته إنجاز للقضاء المصري واستجابة ل يعني هول هذه الجريمة. وكانت يعني في حد ذاتها الحكم الإعدام كان متوقع من قبل كثيرين، ولكن التحرك السريع في نظر القضية، كان البعض يتحدث ربما عن إجراءات للتأجيل أو ما إلى آخره، ولكن في النهاية القاضي استخدم حقه بأنه بعد المداولة، بعد سماع مرافعة الدفاع، مكتفيا بهذه المرافعات، مكتفيا بإفادة المتهم خلال الجلسة الماضية، مكتفيا بقراءة القضية والتحقيقات مع النيابة العامة التي كانت منذ أيام، وأكد بأن هذا القرار كان بالإجماع. عودة لسؤالك، بالفعل فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مصر، الآن بعد وصول الحكم من فضيلة المفتي، والمرجح أيضا بأن سيكون هناك قبول لهذا الحكم وأن الإفضار الإفتاء سترتاح له، ستبدأ الخطوة الأولى حينما يكون إعلان الحكم بشكل مباشر ورسمي يوم الأربعاء المقبل بالإعدام. سنكون أمام 60 يوم، سيكون هناك محاولة للطعن أمام محكمة النقد، هذه المحاولة بالتأكيد ستكون من دفاع المتهم. محكمة النقد ستنظر القضية باعتبارها الجهة الثانية والجهة التي يعد حكمها باتا وأخيرا ونهائيا.